حسام برضو نفس القصة، يعني كنت بتلعب مساك ما شاء الله، مساك مميز جدا. السنة اللي فاتت لقيت تغيير مركزك، بقيت تلعب راس حربة، واحد من هدافين الفرقة وهدافين المسابقة كمان. والله الحمد لله، يعني كله كان بفضل الكابتن سامر. انا كنت بادئ الدوري سيرد باك، بعد كده الكابتن سامر في ماتش المقاولين باين، عشان عملت كوره كده، خدت الكوره رقصت 6 عيال المقاولين، 6 لعيبة. فقال لي والله من الماتش ده ما هتلعب سيرد باك تاني. راح حطيتني ديفندر ساعتها 6 ولعبت 6 برضه، وحطيني 8 ولعبت 8 برضه، وبعدين حطيني وينج رايت وينج ليفت، وبعد كده بقى راح في الاخر حطيتني فيرود. الحمد لله قدرت امشي معاه، لانه هو اشتغل معايا بشكل كويس جدا. هو ليه كل، يعني كل اللي انا فيه ده كله بفضل كابتن سابر طبعا، وانا بشكره جدا يعني.